السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في نشرة الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي. السعودية تحت شعار اعتصام الحرية نظم أهالي المعتقلين تعسفيا يوم الاثنين 10 يونيو اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم في العديد من المدن السعودية، وألقت قوات الطوارئ القبض على أكثر من 140 رجل وامرأة من عدة مناطق في السعودية على خلفية الاعتصام الذي دعت إليه جماعات ونشطاء. وتفيد الأخبار أن الاعتصامات انطلقت في مكة بمنطقة العزيزية أمام أسواق ابن داود، وفي بريدة أمام المحكمة الكبرى، وفي الرياض أمام هيئة حقوق الإنسان بطريق الملك فهد، وفي الجوف أمام جامع المعاقلة، وفي حائل أمام جامع الراجحي. وتعرضت المعتصمات للتحرش اللفظي والضرب من قبل أفراد الشرطة بمكة، وفي الرياض صدم أحد أفراد الشرطة النساء بسيارته، وفي حائل تعرضت المعتصمات للسب والقذف والاعتداء من قبل رجال الأمن. أما في بريدة ومع تزايد أعداد المعتصمين أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية لمكان الاعتصام وقامت بمحاصرتهم، ومع صمود النساء هجمت عليهن الشرطة مستخدمة الهراوات وقامت بضربهن، ومن ثم اعتقالهن في بريدة ومكة وحائل والرياض والجوف. ولم يقتصر هجوم الشرطة على مجرد اعتقال النساء فحسب، بل قاموا حسب شهادة الناشطة حنان سمكري بضربهن في سيارة الجيب وتمزيق عباءاتهن، وقاموا بكسر يد ابنتها حنان. وفي حائل بعد هجوم الشرطة على المعتصمات تصدى لهم الرجال ومنعوهم من الاقتراب، ثم أركبوهن السيارات وأوصلوهن لمنازلهن. هذا وتميز اعتصام الحرية يوم الاثنين بمشاركة نسائية كبيرة، وأيضا بحضور الأطفال الذين رفعوا الرايات البيضاء في إشارة إلى سلمية الحراك. وتشهد السعودية منذ يوم الثلاثاء العديد من مظاهر الاحتجاج على اعتقال النساء، وخاض العديد من السجناء يوم الثلاثاء 11 يونيو إضرابا إنذاريا ليوم واحد احتجاجا على اعتقالهم المطول دون إجراءات قانونية، والذي تجاوز بالنسبة لعدد منهم أكثر من 10 سنوات. وسيواصل المعتقلون حسب إعلان نشره ناشطون حقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي إضرابهم عن الطعام الأسبوع المقبل ليومين متتاليين، ثم لثلاثة أيام الأسبوع الموالي، مهددين بتصعيد إضرابهم طيلة شهر رمضان المقبل. مصر. قالت والدة السجين أحمد عبد الله المعتقل بسجن ترى في انتظار إعادة محاكمته في قضية قسم ثاني العريش اليوم للكرامة أنها زارت نجلها الخميس الماضي، وأنه كان مصابا بفتح في رأسه وفاقد للبصر تماما، وأنه أخبرها أن حالته تدهورت بسبب تعرضه للتعذيب داخل السجن. والدة أحمد أبو شيطة. ايوه بقول لك هو دلوقتي الان في سجن اللومان، واللومان ترى، واحنا دلوقتي انا رحت له الاسبوع اللي فات لقيته واقع، عشان كان في واحد عنده واخدينه مودينه ونادينه العقرب، وهو فضل لوحده يومين مش عارف يلاقي نفسه، ووجع اللي كان بيساعده يعني في القومه والقعده والاكل بتاع، هو عامل اضراب كده كده ما بياكلش ولا بيشرب، هو عامل دلوقتي اضراب ليه 23 يوم ما بياكل، اخذوا اللي كان عنده بناوله، ولما اخذوه هو وجع واتفتحت دماغه من الوجعه، ودخلت للمأمور قلت له ايش ليش كده، هو الدم اللي هو فيه زي الدم اول امبارح، هو وجع نفسه وخبط نفسه، قلت له لا ابني واجع، قال لي هو وجع نعمل ايه وجع، لا لا طيب ما نزل الجلسه، قال الامن العام بيرضاش ان ينزل الجلسه وهو أعمى وهو عامل إضراب، عامل إضراب عشان ما نزلهوش الجلسة، كانت ميعاد الجلسة بتاعته ينزل 27/5 ما نزلهوش، بقول له ليه ما نزلته طيب الجلسة، قال الأمن العام مش راضي ينزل الجلسة، هو كده أعمى وما وعامل إضراب، لازم أقل ما فيها ياكل وفك إضرابه وياكل ويشرب حتى ننزله جلسة، وتأجلت الجلسة لشهر 9، 4 شهور خلوها ورا واحنا عاملينه يعني إعادة إجراءات وكده، فاللي موجود في السجن إهمال 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 لدرجة يعني، ولا هو جابوله دكتور ولا جابوله لجنة عشان يشوفوا الإضراب ليه هو عامل إضراب، طيب عايز إيه مثلا، كفاية حبسه ده مسجون ما جابوش ليه حاجة، دكتور ما جابوش ليه دكتور، معاملة سيئة، شخص
ونخت وزج فوق ما هو فقد بصره زج كمان بيشدوه لي جابوه من جوا. دلوقتي حاليا جابوا واحد من سجن ابو زعبل عنده نقلوه هو اسمه احمد مسلم عشان يمشي ويمشيه يجيبوا لي وطلعوا لي فعلا من عند رقبته لما حدت رجلين اثنين غرقان دم. والله والله لو معايا هدوم لقلعت هدوم ووريت هدوم وكده لجميع الاذاعه جميع القنوات كان وريتها ليهم لكن ما كانش معايا ملابس. هذا واحده تعذيب لدرجه وشتايم سافله تفيها. ده احمد ما فيش معامله حتى حسنه مره. وأضاف السادات عبد الله شقيق المسجون أن ضابط المباحث بسجن استقبال ترى يتعمد الاعتداء على شقيقه وإهانته وتهديده باستمرار، وقام في إحدى الزيارات بطرد أسرته وأسقطه بعد ذلك على الأرض وداس رقبته بحذائه وهدده قائلا: حتى لو أخذت براءة ستخرج من هنا إما بعاهة أو ميتا. وكانت الكرامة قد طالبت في مايو الماضي بإحالة عبد الله لتلقي العلاج بعد أنباء عن فقدانه للبصر بإحدى عينيه، إلا أن أسرته أكدت فقده للبصر تماما ورفض القائمين على السجن لإحالته لتلقي العلاج. السودان. أعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقها من استمرار السلطات السودانية في احتجاز اثنين من الإعلاميين، ويتعلق الأمر بكل من المصور علي مصطفى محمد الحاج البالغ من العمر 34 عاما والمنتج التلفزيوني يوسف إبراهيم 43 سنة منذ ديسمبر 2012 دون أن توجه لهم اتهامات واضحة أو تحيلهم للمحاكم. وكانت قوة أمنية من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مكونة من 10 أفراد مسلحين وأربع عربات قد داهمت في 1 ديسمبر 2012 منزل المصور بالعاصمة بالخرطوم وأخذته إلى جهة غير معلومة، فيما قامت قوة أخرى في ذات اليوم بمداهمة منزل المنتج التلفزيوني يوسف إبراهيم بضاحية صالحة بأم درمان واعتقلته. وأبقت السلطات على المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي ولم تمكنهما من التواصل مع أسرهم لشهرين متواصلين، ثم سمحت لأسرتي الإعلاميين المعتقلين بزيارتهما في فبراير 2013 وهي الزيارة الوحيدة التي سمح بها للأسرتين حتى الآن. وترددت معلومات في الأوساط السودانية تفيد بأن اعتقال الإعلاميين جاء على خلفية تصويرهما للبيان الإعلامي الخاص بمحاولة الانقلاب التي قام بها عدد من الضباط بالقوات المسلحة السودانية وضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ديسمبر 2012. وأسفر فشل هذه المحاولة عن اعتقال عدد من الضباط من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السودانية والإعلاميين. وقد شهد شهر أبريل 2013 محاكمات عسكرية وفقا لقانون القوات المسلحة السودانية وقانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لعدد من الضباط المتورطين في هذه المحاولة، وصدر عفو رئاسي على العسكريين المشاركين فيها، بينما لبث الإعلاميين علي مصطفى محمد الحاج ويوسف إبراهيم رهن الاعتقال دون أن توجه لهم تهم أو يقدمون للمحاكمة. وتطالب الكرامة السلطات السودانية بإخلاء سبيل الإعلاميين المعتقلين فورا أو توجيه اتهامات رسمية لهما وتقديمهما لمحاكمة عادلة، مؤكدة في الوقت ذاته على حقهما في أداء رسالتهما الإعلامية في نقل الأخبار دون التعرض للمخاطر أو تعسف السلطات. وأضافت الكرامة أنها ستخاطب الآليات الأممية المختصة بشأن احتجاز الإعلاميين بالسودان. بهذا نأتي على نهاية نشرتنا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في نشرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.